طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. أولا سنعرفه لأن هناك قرار ديال الدفن صدق عليه من طرف المجلس، وفي مجموعة من الفصول تحدد عملية الدفن، وكذلك هناك دفتر تحملات. جميع العاملين اللي هما شركات في مستودع الأموات أو في مراكز الدفن الشرعي هما اللي كيقوموا بهذه العملية وليست الجماعة، وبالتالي الترانسفير بمعنى أن انتقال الجثة من مدينة إلى أخرى مجموعة من القوانين كتضبط هذا الترانسفير وصاهرين عليه. سكون أبيل أن غيشي يونيك، بمعنى هناك تواجد ديال أن كوميسار بيرمانونس، يونا دو كاينين جوج دو كوميسار، كاين مسؤول على السلطة، عون سلطة، قايد أو لا شيخ، وهناك لو ميدسان الطبيب، غالبا طبيب شرعي او لا طبيب ديال لامورك، هذه بصفه عامه. اما في خص مصاريف ديال الترونسفير، هذيك شركات خاصه هي اللي كتكفل بالصندوق، اللي المفروض ان مثلا بحال المثال اللي عطاه واحد الاخ من الاخوان، هناك سيده مثلا تمشي شركه كتكفل بالغسل والكف والصندوق ديالها اللي كيشمعو كيسهر على التشميع ديالو كل من رجل سلطه وضابط ديال الامن. وحنا على مستوى مستودع الاموات اللي عندنا هناك كوميسير بيرمانونس افيكتي كاريمون في لامورك، هو اللي كيقوم بهذا الواجب. يعني جميع المصاريف هي مصاريف ديال الشركه وليست مصاريف ديال الجماعه، يعني الجماعه ما تقوم به هو اعطاء مجموعه من 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 رخصه، يعني مجموعه من الوثائق اللي كتمشي مع لو ترونسفير واللي كيتبنى عليه هذا لو ترونسفير، وتبقى الظاهر 69 اللي ومجموعه من القوانين اللي كتسهر على. وهناك رجال كما قلت لك، رجل سلطه، رجل ديال الشرطه والطبيب اللي كيسهر على تطبيق هذا القانون. بالتالي لا علاقه لنا بالمصاريف التي تؤتى للشركات، وهي شركات مرخصه، هذيك محدده على حسب دفتر التحملات. شراء الصندوق عنده ثمنه، الكفن والغسل عنده ثمنه كذا، ولكن هذاك الشيء عنده علاقه بالشركات، يعني ليس لنا. اللي كنعملوه هو ان وضعنا دفتر التحملات صدق عليه من طرف المجلس، ولا علاقه لا بالجماعه بالمصاريف او لا شيء داخل، لان ما موجودش عندنا في الـ في في في, في اللي كان ديالنا او لا في القرى الجبائيه ولا شي حاجه، ما عندناش هذا الشيء. دونك ربما هناك خلط ما بين الشركات والجماعه.